النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور الناعم بدون مكنة وبدون قمة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقة سهلة جدا بدون مضرب كهرباء ولا مكنة ولا قمة. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح، كيس فانيليا، كوباية سمنة جامدة، نفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق، عيرت بيها السمنة وشلتها في التلاجة لحد ما جمدت، نص كوباية سكر بودر، بيضاية بدرجة حرارة المطبخ. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق وهنزل كوباية السمنة الجامدة، نزلت كوباية السمنة كلها، هنزل عليها بنص كوباية سكر بودر وهضربه كويس جدا بالمضرب اليدوي. انا هنا مش مستخدمة المضرب الكهرباء عشان اسهل عليكم. لو مفيش مضرب يدوي ممكن نستخدم معلقة ونضرب بيها كويس جدا لحد ما لونهم يبيض. هضربهم كويس لحد ما لونهم يبيض. بعد ما ضربت السمنة والسكر كويس جدا ولونهم ابيض زي ما انتم شايفين، هنزل عليهم ببيضاية وكيس فانيليا وهضربهم كويس جدا لحد ما القوام يبقى كريمي. خلاص ضربت المكونات كويس زي ما انتم شايفين لحد ما القوام بقى كريمي اهو. هنزل عليهم بكوبايتين دقيق عليهم رشة ملح وهلم العجينة. هلم العجينة بس مش بعجنها. تمام كده لميت العجينة زي ما انتوا شايفين بقت طرية معايا. هقسمها بالنص، نص هضيف له معلقتين كبار دقيق والنص التاني هضيف له معلقتين كبار كاكاو. بالنص بالظبط. نص هضيف له معلقتين كبار دقيق والنص التاني هضيف له معلقتين كبار كاكاو. النص التاني هضيف له معلقتين كبار كاكاو خام وهقلب بنقطة زيت عشان بس العجينة ما تبقاش ناشفة. نقطة زيت كده. هقلب كله مع بعض كده. شايفين العجينة جميلة ازاي مش ناشفة عشان ضفت لها معلقة زيت. دلوقتي هشكلها، هشتغل في الفانيليا الاول وبعدين في الكاكاو. هشكلها اول شكل معايا هشكله صوابع. اهو كده. الصوابع طويلة قوي ولا صغيرة قوي. حلو المقاس ده.
وهجيب الشوكة وهضغط بالشوكة بالمنظر ده، شايفين؟ هعمل معاك واحد كمان، ولا كبيرة ولا صغيرة، أعملها زي الصوبع كده، وبعدين بضغط عليها بالشوكة وبسحب. شايفين الجمال؟ ده أول شكل معانا. الشكل التاني بقى هنعمل شكل الوردة، هنعمل كور كتير بالفانيليا وكور كتير بالشوكولاتة. كده بضغط عليها وبسحب. وبرصهم في الصاج بعيد عن بعض مسافة صغيرة. هنعمل الشكل التاني، هنعمل كور كتير صغيرة من الفانيليا ومن الكاكاو. حلو قوي الحجم ده. هنعمل مع بعض الشكل التاني. هنجيب الكور اللي كورناها، مثلا نحط كورة فانيليا وحواليها كور بالشوكولاتة. بالمنظر ده، وهجيب عصاية الشيش طاووق أو خلة الأسنان وأعمل كده. اضغط بقى معايا وردة وبرصها في السوق، وكمان ممكن اعمل واحدة بالشوكولاتة وحواليها بالفانيليا. خلاص شكلت البيتيفور كله ورصيته في الصاج زي ما انتم شايفين. دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص لمدة 10 دقائق، 10 دقائق بالظبط. اهو يا حبايب قلبي البيتيفور بعد ما طلع من الفرن قعد 10 دقائق على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. اهو زي ما انتم شايفين السوا بتاعه ما اخدش لون خالص. هسيبه يبرد وبعدين هنزينه مع بعض. هنزين مع بعض البيتيفور بعد ما برد. سيحت شوكولاتة على حمام مائي وحطيت لها معلقة كبيرة من الزيت، ومعايا فرماسيل ألوان وفرماسيل بني. هجيب البيتيفور والحرف كده هغطسه في الشوكولاتة بالمنظر ده. وهحطه في الفرماسيل كده اهو. عايزين تحطوه في الجوز الهند، شايفين الجمال؟ بسيبه ينشف. هعمل واحدة تانية، واحدة بني. شايفين الجمال؟ شكله حلو قوي. وبسيبه ينشف.
الحرف كده، عايزين تسيبوها من غير فرماسيل براحتكم، بس بيديها شكل. شايفين الجمال؟ ورصهم في الصاج لحد ما ينشفوا. البني بحطها في الألوان. شايفين الجمال؟ هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي البيتشوفور بعد ما زينته، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل البيتشوفور من غير مكنة ومن غير قمع، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.